لما صرعتونا الادميه الانسان صحه وحياه الانسان اهم بكتير، بس لما بتيجي في وقت الجد بتقرر تختار الراسماليه وبتقرر تختار الرعاه وبتقرر تختار الفلوس وبتقرر تختار الخسائر الماليه اللي هتعاني منها لو وقفت الدوري ايقاف مؤقت. فبناء عليه ما ينفعش انك تعمل ايقاف، وبناء عليه تشيلسي يلعب مباراه علشان خاطر تشيلسي واحد من اكبر الانديه في انجلترا وبطل اوروبا وكل الاعين عليه وكل الرعاه مركزين، الفرق الكبيره هتلعب ولا هيتاجل لها ماتشات، فانت تقرر ترمي الفرق الكبيره في النار وتحطها قدام مباريات وهي مش كامله وهي مش في اكم استعدادها للمباريات ولا مستعده لانها تقدم كوره خالص، لان تشيلسي في ماساه حرفيا. تشيلسي اغلب الفرقه غايبين عشان خاطر عندهم فيروس والوباء رجع تاني للعيبه. انت تاجل تشيلسي، لا انت اجلت النهارده ليستر وايفرتون، فانت المفترض انك تاجل للفرقه اللي غايبه وبتعاني اكتر. يا راجل تشيلسي النهارده حاطط اثنين حراس مرمى وثلاث لعيبه على الدكه، ثلاث لعيبه على الدكه بجد والله. يعني هو نزل اثنين للاصابات، وبرضه موضوع الاصابات ده نحس، يعني سبحان الله انت جاي تلعب ناقص العدد وعندك مشكله تكتيكيه كبيره وهي غياب جورجينيو، لان احنا كنا متفقين مع بعض ان جورجينيو في 3 4 2 1 بتاع توماس توخيل واحد من اهم الاعمده بتاعتها جورجينيو وكوفاتيتش. ده الكلام ده لما بيكون غايب لعيب زي نجولو كانتي، انما كانتي لما بيكون موجود الوضع بيبدا يفرق، علشان نص الملعب بيدي قوه كبيره جدا لتشيلسي. تشيلسي توماس توخيل 3 4 2 1، انت دلوقتي غايب من عندك مايسترو الايقاع بتاعك، حاطط مكانه تشولوبا، تشولوبا اتصاب. حكيم زياش مفترض يعمل لك حلول قدام، زياش قدم اداء كويس بس بعدها اتصاب. انت قررت انك تغير وتعمل التغييرين اللي موجودين عندك على الدكه، تنزل ماتيو وتقرر ان انت كان مين تاني موجود معايا؟ اعتقد كارلوس باركلي وساول، وساول فكرة خايبة بالنسبة لي، يعني ساول انك تنزل ساول وتسيب بروس باركلي جنبك دي، الا لو انت كنت شاكك ان بروس باركلي مش سليم اساسا، فدي مصيبة في حد ذاتها ان انت حاطط تلات لعيبة جنبك على الدكة والتلات لعيبة فيهم واحد زي بروس باركلي مش سليم 100%. ده عتبي الفني بس على السيد توماس توخيل، هو اختيار ساول مكان روس باركلي، ده لو روس سليم اساسا، لو باركلي سليم هو يلعب. بس احنا مش جايين نتكلم على كرة، لان تشيلسي النهارده قدم اسوأ مباراة لي من سنين. عارف ما عارف ايام فرانك لامبرد تشيلسي النهارده كان اسوأ منها بكتير، علشان خاطر حرام ان انا اطلب من فرقه زي تشيلسي ان هي تادي كوره جميله وسكسي فوتبول وان هي يكون عينهم على المكسب والكلام ده، وهم اساسا اللعيبه خايفه من فكره ان هو يكون عندهم حاجه، خايفين من حته ان الفرقه بقى لها 3 4 ايام بتعمل تحاليل بس، الفرقه ما بتلعبش كوره 3 4 ايام، كل الفكره ان احنا شغالين تحاليل بس، فانك تلعب تشيلسي النهارده عشان خاطر تثبت للرعاه ان الماتشات الكبيره مش هتتاجل، ظلم، صراحه ظلم. يعني اشمعنى اجلت ايفرتون وليستر؟ هل ليستر عنده اصابات 7 لعيبه زي تشيلسي؟ تشيلسي عنده تيمو وعنده تيمو وعنده لوكاكو وعنده جورجي وكالم هودسون اودوي وكايا فيرتز وطبعا لوكاكو، فانت عندك 7 لعيبه من العناصر الاساسيه بتاعتك في الفرقه، فحرام حرام 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 انك لعبت تشيلسي النهارده، حرام بصراحه وظلم. بس للاسف دايما الافضل للاعمال مش بيكون هو الافضل للبني ادمين وللفرق وللمشجعين. مشجع تشيلسي النهارده ذنبه ايه يقعد يتفرج على فرقته في العك والقرف ده كله؟ ذنبه ايه ان هو دايما حاسب المظلوميه طول المباراه؟ هي دي الفكره، انك طالما خليت الجمهور حاسب المظلوميه يبقى مفيش اي فير ولا في اي عدل. وبجمله النحس زياش بعد ما كان بيقدم اداء كويس الماتشات اللي فاتت وبدا يرجع بدا يسجل يجي يتصاب النهارده. لا والله لكم فرحان، والله لكم فرح حكيم زياش ومحبين زياش، بس هنعمل ايه؟ هو ده القدر وهي دي الكوره، هنعمل ايه يا عزيز؟ اه معلش يابا لو جيت بعد كل الكلام ده، يعني عملت لايك او سبسكرايب في الفيديو فانت بصراحه عديت والله يابا، انما لو ما عجبكش كل الكلام ده وقلت ايه السلبيه دي، فوالله انا شايف ان اللي حصل لتشيلسي النهارده ظلم ظلم ظلم، وانت لو شايف حاجه ثانيه فبراحتك بصراحه.